إذا أخذ ما أوهب سقط ما أوجب. تعالوا نشوف مع بعض كيف أنه حجم دماغ الفأر بالنسبة لجسمه لحجم جسمه هو أكبر بكثير من حجم دماغ الإنسان بالنسبة لحجمه لحجم الإنسان. دماغ الفأر أكبر من دماغ الإنسان، ولكن الفرق مثل ما قلنا أنه دماغ الإنسان بيفكر، يعمل، يفكر، تستطيع أنك تطوره وتهتم به، أما الفأر فلا طبعا. تعالوا نشوف مع بعض. أنا بس هحط هحط شوية خس مشان ما يطلعوا، لأني معانا فارين هامستر. حنقيس هلأ دماغ الفأر بالنسبة لحجمه، بس حنحط الخس مشان يأكلوا وما يطلعوا لبرا. يلا عبدو حيشل لنا إن شاء الله واحد من الهامستر، بس نحطه. حنقيس طول رأسه بشكل يعني إن شاء الله نسبي. طول الرأس تقريبا 4 سنتي، وطول جسمه 15 سنتي. طبعا الفأر دماغه متركز في الرأس في هالمنطقة هاي. الدماغ الفأر احسبها بعملية حسابية. نرجع الفأر عبده، رجع استر. أيوة شكرا. 4 سنتي بالنسبة ل 15 سنتي، يعني تقريبا دماغ الفأر يغطي ثلث جسمه، بينما الإنسان دماغ فقط متركز في الأعلى، ولا طبعا لا يساوي أبدا ثلث جسم الإنسان. بس أنت بتفكر، قول الحمد لله. الإنسان بعقله بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى أولا وأخيرا استطاع أن يخترع كثير من الأجهزة الطبية. استطاع أنه يكتشف ما بداخل المريخ والقمر. استطاع أنه يخترع السيارات والطيارات والقطارات ووسائل النقل. استطاع أن يبني هذه الحضارة الرائعة الموجودة في هذا العصر، لكن إلى حد الآن لم يستطع أن يكتشف ما بداخل هذا العقل. العقل لم يفهم العقل إلى الآن. 10% فقط من عقل الإنسان مكتشف، والباقي هو مجال خصب للاكتشاف. هذه هي الخلية الدماغية اللي بها تفكر وتحفظ، تقرأ وتكتب وتفهم وتحل مشاكلك بهذه الخلية الدماغية. تعالوا نشوفها مع بعض تحت الميكروسكوب. بسم الله. تمام. كبرها كمان. كبرها. كمان. 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 أيوة. هناك مثل هذه الخلية أكثر من 100 مليار خلية داخل الدماغ، وفي بينها تقريبا 400 مليار وصلة بين هذه الخلايا، تعمل بهارموني رائع جدا حتى يقوم الدماغ بعمله. دماغ الإنسان مقسم إلى مراكز، كل مركز مختص بوظيفة. في مركز للشخصية، في مركز للكتابة، في مركز للقراءة، في مركز للحركة. مراكز متعددة في الدماغ حتى يقوم الدماغ بوظيفته.
تريد أنك ترفع القلم، هي حركة بسيطة تخرج أوامر من خلايا هذه المنطقة، منطقة الحركة عبارة عن نبضات كهربائية. هاي النبضات الكهربائية تنتقل في الدماغ عن طريق وصلات معينة، ثم تذهب إلى الحبل الشوكي عن طريق أسلاك. هذا الحبل الشوكي ينقل هذه النبضات إلى العضلة حتى يحفزها فتنقبض فترفع القلم. هاي حركة بسيطة. في حركات معقدة أكثر، هي أنك مثلا واحد عم يلعب كرة قدم أو واحد مبارز، هذا المبارز يحتاج إلى حركات كثيرة ومعقدة في نفس الوقت. لذلك رب العالمين خلق 45 ألف مليون وصلة كهربائية بين هذه الخلايا. تعمل بتناسق رائع. 45 مليون موظف، عفوا 45 ألف مليون موظف يعملوا مع بعض وبتناسق حتى تستطيع أنك تقوم بهذه الحركات، تلعب كرة قدم أو غيرها. في نوع ثالث من الحركات هي حركات تلقائية، يعني مثلا المرأة اللي بتشتغل بالخياطة، تحيك الخياطة، بتصير عندها الحركة تلقائية جدا. قيادة السيارة مثلا، بعد ما الواحد يتعلم قيادة السيارة بعد ذلك خلاص بتصير حركة تلقائية، ما بيفكر، يقود السيارة بشكل تلقائي. كذلك اللي يضرب على الآلة الكاتبة أو على الكمبيوتر كذلك تصبح حركته تلقائية، حتى أحيانا يكتب من غير أن ينظر. كمان الرجل مثلا لما بيطلع على السلم على الدرج، هاي حركة تلقائية، خلاص هو تعلمها وبدأ تصبح عنده تلقائية. كيف تصبح هذه الحركات تلقائية؟ رب العالمين جعل في هذه المنطقة قدرة خاصة على الحفظ. هذه المنطقة تحفظ الحركات وتخزنها في المنطقة وفي الخلايا حتى تستطيع أنك تقوم بهذه الحركات بشكل تلقائي. الضغط، شلل في الجنب، وكلام هذا المريض ما بيقدر يقول إلا ثلاث أو أربع كلمات فقط، كلمة ضغط، كلمة شلل، كلمة كويس، وكلمة أخرى، يعني أربع خمس كلمات يستطيع أن ينطقها. هذا المريض جاء جلطة في دماغه فضربت منطقة الكلام عنده، ضربت هذه المنطقة فلم يعد يستطيع أنه يتكلم إلا كلمات قليلة جدا جدا. طبعا ضربت مناطق أخرى فلذلك هو عنده كذلك الشلل النصفي. كويس. الضغط، شلل هنا. كلام باول بروكا، هذا العالم الطبيب هو الذي اكتشف منطقة النطق في دماغ الإنسان. هذا الطبيب كان عنده مريض كان يتكلم بطلاقة، بعدين أصيب بحادث وبدأ هذا المريض أصبح يقول كلمة واحدة فقط، لم يعد عنده القدرة على النطق، كان يقول فقط كلمة تان.
لا يستطيع أن يتكلم بغيرها أبدا. بعد فترة جاءه مريض ثاني كذلك أصيب بحادث فلم يعد يستطيع أن يتكلم كلمات قليلة جدا، يس ونو وذير، كمية قليلة جدا من الكلمات. بعد ما توفي هذان المريضان جاء هذا الطبيب باولو بروكا وصور الدماغ وبدأ يشرح في هذا الدماغ حتى وجد واكتشف أن هذه المنطقة في الدماغ كانت مدمرة تماما. هون كانت شرارة اكتشاف هذه المنطقة اللي هي منطقة النطق. هذه المنطقة طبعا لها علاقة كبيرة، الآن اكتشفوا لها أنه لها علاقة كبيرة بكل مناطق الدماغ. هي لها علاقة بفهم الكلام وفهم الكلام بلغات متعددة، لها علاقة طبعا بالنطق، ولها علاقة حتى بحركات اليد، حتى تقول أنت أو تساوي الحركة المناسبة مع الكلمة المناسبة. هذه المنطقة من الدماغ هي أهم منطقة عندك وهي أغلى شيء في حياتك. هذه المنطقة من الدماغ هي المنطقة المسؤولة عن شخصيتك، شخصيتك وطريقتك في الحياة، هي المنطقة المسؤولة عن التفكير، هي المنطقة المسؤولة عن حلول المشاكل. مركزة كل هالأمور هي وبعض من الأحاسيس والمشاعر في هذه المنطقة من الدماغ. مقدمة الدماغ، الله سبحانه وتعالى من أهمية هذه المنطقة سماها في القرآن الكريم وقال في الآية: كلا لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. شوف وصف الناصية هذه وقال كاذبة خاطئة، لأن هي من أشياء من شخصية الإنسان، فهي مركزة في هذه المنطقة. لذلك الإنسان والمسلم لما يسجد لله سبحانه وتعالى هو يسجد بأعز ما يملك ويخضع بأعز ما يملك ويذل نفسه بأعز ما يملك لله سبحانه وتعالى، بيسجد على جبهته على منطقة الشخصية. لذلك الله سبحانه وتعالى يحب السجود. يوم القيامة لما يشتد غضب الرحمن ويذهب المسلمين، يذهب الناس إلى أنبياء الله سبحانه وتعالى، يبدأ بآدم ثم موسى ثم نوح ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام، يطلبوا منهم أنه يشفعوا عند الله حتى يبدأ الحساب. كل واحد منهم يقول نفسي نفسي، فلما يذهب عند الرسول عليه الصلاة والسلام فيشفع عليه الصلاة والسلام، ماذا يفعل؟ يفعل أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى، يسجد تحت عرش الرحمن ويثني على الله سبحانه وتعالى حتى يبدأ الله سبحانه وتعالى الحساب. دماغ الإنسان مثل الجهاز الأم في الشبكة. هذا الجهاز الأم في الشبكة اللي هو يتلقى منه بقية الأجهزة كل الأوامر وترجع إليه كل المعلومات. هذا الجهاز العظيم اللي خلقه رب العالمين سبحانه وتعالى هو أعقد شيء في الكون على الإطلاق. العقل استطاع أن يكتشف ما في المريخ، لكن لم يستطع أن يكتشف ما في العقل إلى حد الآن. 10% فقط مكتشف منه، لذلك هو أعقد شيء في الكون. الحمد لله. القوافي تنتشي بحدائي في حمد ربي مسبغ الآلاء، نطق الفؤاد بكل ما أكرمتني يا خالقي من باهر النعماء. أبصرت نفسي مرة متأملا وشدوتها في قصتي للغاية،
حسن معجز الإنشاء. من ألهم الطفل الوليد لتوه أن يجمع الأنفاس دون عناء؟ لك يا إله الكون أسجد عاجزا عن شكر هذه الأنعم الفيحات.